من لاعب بيتقال مضى وبل بيعلن وبعديها بيتقال انه مش هيكمل، هو كان ايه اللي بيحصل في قصة التعاقدات دي يا كابتن علاء؟ هي زي ما قلت لك، لعيب الكوره مش هيتغير. نعم. يعني لعيب الكوره انت ممكن تتفق معاه بالتليفون ان انت جاي عندنا وهنقعد وهنتفق في كذا وكذا وكذا، فيجي بقى بيحط شروط تانية، فالناس بتتفاجئ بالارقام وبالمبالغ. فكانت المشكله بالنسبه لهم صعبه. يعني نادي الشرقيه للدخان السنه دي لو عدى من الازمه اللي هو اللي احنا فيها دي وقعد السنه دي، السنه الجايه هيبقى في حته تانية خالص، ليه بقى؟ لان خلاص هيبقوا عرفوا ان اسعار اللعيبه ايه ولازم يعملوا ايه ولازم يشتغلوا ازاي، الامور دي كلها. لان النادي يعني بصراحه من ساعه هاني بيه امان اللي هو رئيس الشركه غير رئيس النادي، اي رئيس شركة الكورة. بامانه من وقت ما اتوجد موجود على راس الشركه، وبقى حصل طفره غير عاديه في نادي الشرقيه للدخان في جميع الالعاب، حتى الصعود ما كانش سايبنا، ما كان لبس التيشيرت معانا وجه وفي التمرين ويجي موجود بامانه. هو المهندس احمد اسماعيل صراحه برضه ما كانش متاخر، بس هاني بيه امان كان حاجه تانية خالص. بس هي مشكلة الضرايب دي اللي هي بتطبق بقالها موسمين بس عاملة أزمة عند اللعيبة، وبالتالي دايما بتبقى محتاجة حل من قبل ما تكبر، بالظبط كده، ما صح؟ هو ده اللي حصل. احنا قعدنا نتفاوض فيها حوالي 15 يوم ومحدش فاضي يجي يقعد يتكلم مع الناس، لحد ما حصلت أزمة، لحد ما تدخل هاني بيه أمان، تدخل كل حاجة اتحلت. اتحلت يعني اتحلت ساعتها، يعني بقى في ايه، طب دي عليك دي عليا، والأمور مشت كده واتحلت.